السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اخوتي اخواتي، مرحبا بكم في قناة الكترو رضوان. اليوم غنتعرفوا على الموتور والكابلاج ديالو والقطع اللي موجودة فيه وكيفاش نشغلوه ديريكت هكذا بلا ما نلصقوه في الغسالة، ونعرفوه بأنه خدام مفيه حتى شي مشكل. أول حاجة غنحتاجو ملتيميتر أو متريك، غنخدمو على الصافرة. غنشوفو هاد الكابلات هادوما فين ماشيين. كاين هنا سكوبيات او الشربونات، كاين تايمر او تاكيمتر اللي كيحسبنا الدورات اللي ما غنحتاجوهش. هنا غنحذفوه او مع الكابلات ديالو ما نحتاجوهمش. وعندنا الكابلات ديال البوبينه. البوبينه هي هذه اللي كما كتشوفوا، هذه النحاس اللي معروفه. هذوك خارجين من جوج ديال الكابليت، هما هادو الرمادي والاخضر. عندنا الرمادي والاخضر هما هادو المجموعين في هاد العيبه هادي اللي خارجين من البوبينه، يعني جوج كابليت. عندنا هنايا الازرق ماشي مسكوبيه، وعندنا كابلي اخر هو الاحمر ماشي مسكوبيه. عندنا احمر والازرق، هذا هو الاحمر، هذا هو الازرق، هادو ديال السكوبيات. وعندنا هادو ديال البوبين، يعني كنجيبو واحد الكابلي بحال هيدا يكون فيه جوج تيرمينالز. كنشوف باش غادي واحد غادي نديروه السكوبيه هو الاول، وغنديوه نيشان واحد في البوبينه، ما كيهمش واش الاخضر ولا الرمادي، واحد ديال البوبينه. يعني ماشي مسكوبيه، يعني السكوبيه هي هذه ماشي لا الضو، واحد ماشي الضو، يعني ماشي لا كابلين هنا الشانت كيتسمى، وواحد اخر غيمشي من الاخضر اللي غنشوفوهم هنا. كاين الاخضر هنا في الطرف هذا والرمادي هنا، يعني نعدلهم قرابين بعضياتهم ماشي مشكل بحال هيدا. يعني هاد جوج الفتات هادو، واحد ماشي سكوبيه الازرق وهذا ماشي سكوبيه، وعندنا الثاني القطب الثاني هو الرمادي اللي داخل لابوبي. يعني دابا اذا جينا نقولوا هاد الفتات هادو بجوج مشروكين، يعني ماشي سكوبيه للبوبينه، يعني سكوبيه مشروكه مع لابوبي. كيبقاو لنا جوج فارغين، هو هاد الاحمر والازرق. الاحمر والازرق كنشركو فيه 220 ديريكت هكذا، بهذه الطريقة هذه. نحاولوا نثبتوا ان هاد الفيتشات ما كياديوش ببعضياتهم باش ما يعملولناش كون سيركوي ويطيحوا لنا الضو. دابا غنقيسو كما كتشوفوا، كما كتشوفوا المحرك خدام مزيان. طريقة سهلة جدا. هكذا باش كنعرفو بأن المحرك ديالنا خدام. مثلا ما بغيناش نقيسوه ديريكت، خافنا من الضو ولا ما عرفناش. الطريقة الثانية هي غنديرو هاد الميتريكس عاود في نفس المكان ديال الملتيمتر، يعني الصافرة. غنشوفو لابوبين هو هذا الأخضر والرمادي، وغادي نقيسوه، غادي نقيسوه هكذا. يعني الاخضر هو هذا والرمادي هو الثاني، كما تشوفوا هنا في المتر شنو غيعطينا. الصافره يعني لابوبين خدامه. وهنا نفس الشكل عاود، يعني هذا الازرق قلنا ماشي مسكوبيه، والاحمر حتى هو مسكوبيه، يعني الاحمر كاين في الطرف الثاني هو هذا، والازرق الطرف الاول.
ها هي امور خدامه. حاجه واحده اللي كتفرق بين هاد جوج الطرق هي الطريقه الاولى كنقيسو بالضوء، والطريقه الثانيه كنعبروا القطع ديالو واش مزيانه ولا لا. ولكن حاجه يعني افضل حل من هاد الجوج هي ان نقيسو بالضوء باش نعرفوا الدوره ديال الموتور واش مزيانه ولا لا. حيت بعض المرات كيكون هذا اللي كيدور لي في الدبابة والداخل ديالو كيجي لاندوسيتو او كيجي عنده كما كنشوفو هنايا هاد اندوسيدو اللي كيجي مشرط. بعض المرات ديك الشقوق ديالو كتكون واسعه وديك المسوعيه ديالها كتكون غنقولو حنا كتنتكلت مع الوقت ان الموتور بدا كيعيا. وهنا ملي كنخدمو ديريكت الموتور كيبقى يقطع النار، كيبقى يعض يعض يعض، مكيقدرش يدور مزيان، كيبقى يدور ويعض يدور يعض. هذا كيتسمى موتور فيه مشكل ماشي في القطع ديالو ولا في لابوبين ديالو ولا في لاندوسيتو ديالو. احسن حاجه هي نقيسوه ديريكت وشرح جد ساهل. واذا ما عرفتوش كيفاش درت هادشي هذا واخا ما شرحت مزيان يمكنكم تخليو التعليقات وغنجاوبكم. وشكرا على المتابعه، وما تنساوش الاعجاب والمشاركه وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم كيف العاده باش يعم الفائده للجميع. والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم. اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.